هذا الزوج ديالي كان تصاب بمرض السرطان في المعدة، وكنت متبعة له في الأول في البريفي. هو اللي بين ليا بأن عنده سرطان في المعدة، ومني بقيت متبعة ما قدرتش، لأن التكاليف ديال هاد المرض راه كما كتعرفوا أخوتي المغاربة راها صعيبة وبزاف باهظة، ما قدرتش نقاوم، وأنا ما عندي لا خدمة لا والو بحكم هو اللي كان خدام علينا وداكشي. صافي وليت التجأت للدولة، مشيت للمستشفى الجامعي ديال سميتو حسن الثاني، دي حسن الثاني، بقيت متبعه له تما. كان كيدير الحصات ديال الشيميو، وداروا له بعدا شي 4 ديال الحصات في الاول، وعاد داروا له عمليه. دار العمليه الاولى نجحت له بخير، يعني نجحت له وداز شي شويه وخرج له فتق في ديك البلاصه. منين بغاو يعاودوا له العمليه الثانيه تما وقع المشكل، تم وقع المشكل، داروا له واحد البلاكه تمايا. من تما وهو كيعاني ما عرفتش شنو عنده، تيقولوا لي تلوا له المصارن، ودرت السكانير. من درنا السكانير هما كيقولوا لي راه انتشر له المرض. صافي بقى تما في المستعجلات واحد السيمانه، في التالي ولاو لقيت له الورقه ديال الخروج حداج ليه، قالوا لي خرجي راجلك يمشي للدار. قلت لهم علاش؟ قال لك صافي ما لقينا لهش الحل. دابا انا جبته وكنطلب من خوتي المغاربه الحرار، لان انا عارفه قلوب رحيمه وعارفه المغاربه شنو كيسواو. يعني اش نقول لك، يشوفوا بحال، يشوفوا بعين الرحمه في هذا السيد، هذا يشوف بعين الرحمه، راه عنده 4 د البنيتات، والله يجازيكم بخير. وانا عارفه القلب الكبير، الله يجازيكم بخير، لما شوفوا من حالته الا لقيتو كديروا تنقدوه نقدوه، اللهم تعالى يشوف من حالتكم وربي يستركم دنيا واخره. المعاناه كنعانيها بحكم الترونسبور، ما عنديش وما تدخلناش الطاكسي لهذا الحي. حنا كنسكنوا في حي شعبي، وجايه في التالي حي الحساني، جايه في التالي ديال الحي، يعني جايه مني الخلا، ما كتدخلش الطاكسي لتما، فهمتي؟ يعني انا معاناه ديال الترونسبور عندي اكثر من المعاناه ديال المرض. ما تلقاش كيندير، هي عندي الكروسه عطاوها لي شي ناس كندي، ولكن انا ظهري مريض، ملي كنبغي ندفعو ما كنقدرش. يعاونوني ولاد الحومه الله يجازيهم بخير، كنطلع، ولكن الدوام الدوام الدوام، انا عييت عييت، ما بقيتش قادره باش نبقى نعيط حتى للناس. الناس بقيت ما قادرش نقول لهم اجيو هزوا معايا ولا هذا. كنتمنى من الله شوفوا من حالته، راه عانيت معاناه طويله، هو كيعاني من المرض وانا كنعاني نفسيا. الله يجازيكم بخير لما تشوفوا من حاله، والله يكرمكم، والله تعالى ربي يخلي لكم الصحيحه ديالكم. اللي يطلب يطلب غير الصحه. 06 نعم 65 نعم 62 13 63. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.